اليوم يجتمعون أهالي مدينة منبش رجالا ونساء ليعبروا عن موقفهم في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويقولوا لا للعنف بكافة أشكاله، سواء العنف الاجتماعي، العنف الاقتصادي، والعنف السياسي الذي تتعرض له المرأة اليوم. ونحن اليوم تحت شعار الاحتلال عنف بمقاومة هفرين سنحطم الاحتلال والفاشية، بروح المقاومة، بروح التفاؤل، اليوم سنحقق هذا الشعار. طبعا اليوم نحن كنساء منبج مجتمعين اليوم يوم 25 يوم المناهضة ضد العنف ضد المرأة. طبعا من كل عام بهذا اليوم كل نساء العالم بينتفضوا بصوت واحد ليقولوا لا للعنف ضد المرأة. ونحن اليوم كمناطق شمال سوريا، مناطق شمال وشرق سوريا، بنتوجه بكلمة لكل الطغاة وخاصة العدوان التركي وعلى رأسهم أردوغان، نتوجه له بكلمة بأنه نحن النساء مقاومات ورح نظل مقاومات. خرجت نساء منبج اليوم لتعبر عن هذا الرفض القاطع لجميع وشتى انواع الظلم التي تتعرض له المرأة في العالم، وخاصة في مناطقنا بعد الاحتلال التركي الذي طال شمال وشرق سوريا، وكيف اننا رأينا ان العنف كان موجه بشكل مباشر على المرأة، وكان اكبر مثال على ذلك هو تعنيف القتل الوحشي الذي تعرضت له الرفيقة السياسية هيفرين خلف، وكذلك الرفيقة المقاتلة أمارة ريناس، وكذلك الأم عقيدة عضوة مجلس عدالة المرأة.